نسبة لغير بلدان، لبنان عنده تعدد بالنباتات كتير مهم، وفي كتير من هالنباتات أكتر من 90 موجودين بس بلبنان، يعني بحي لبلد تاني ما منلاقيها. بنحكي مثلا عن سوسن سوفر، عن السيكلاما، عن حليميوم، عن كذا لون. ونحن مهمتنا بالمختبر انه نروح نعمل جولة على الأرض ونشوف شو وضعهم هالنباتات، بعضهم موجودين اختفوا، لأنه هلأ مع التمدد العمراني، مع تغير المناخ، مع الرعي الجائر، كل هالنباتات مساحتها عم تتقلص وعم بينقرضوا شوي شوي. نحن وقت نروح نعمل جولة على الأرض منجيب معنا عينات، مثلاً هول البذر تبع الإيريس سوفرانا اللي هي موجودة بس بلبنان، منجيبهم على المختبر ومنخليهم تيفرخوا وبنعمل عليهم أناليز جينيتيك. هيدي مثلاً الإيريس تبع سوفر اللي جبناها، منخليها تتفرخ هون مثل ما شايفين عم نقشع الراسين تبعها، بنخليهم تيفرخوا، بدنا نشتغل عليهم ونشوف قد ايه عندهم عدد كروموزوم. كل كائن حي موجود عنده دي ان اي، ونفس البرنسيب، يعني كل انسان موجود عنده دي ان اي تبعه، عند البلانتات نفس الشيء، كل وحده عندها دي ان اي. هيدي النبته مثلا عندها 16 كروموزوم، منحن بنعدهم كل مره، وهالعدد بيميزها عن نبته ثانيه. نحن عم نقدر نعمل على نباتات كتير، عم نشتغل على نباتات كتيرة، هذا فضل للترينين الموجودين باللابوراتوار المختبر. في كتير تلاميذ كل سنة بيجوا بالمناطق تبعهم، بيجيبوا بيشتغلوا على النباتات الموجودين عندهم بالمنطقة، وهيك بيصير في رولما، ومن سنة لسنة عم نكتر المعلومات اللي عنا إياها. وقت اللي نروح على الطبيعة، إذا كان الوقت مناسب، هذا الوقت هو يلي بتعطي فيه النبتة ثمارة، منجيبهم معنا، منجيب معنا قسم منهم، منحافظ على قسم، والقسم الثاني منحطه ليفرخ، وبس يفرخ بنعمل عليه الاناليز جينيتيك. الدراسات العلمية اللي عم نعملها بالمختبر أكيد كتير مهمة، هالشي رح يخلينا نحافظ عليها على المدى الطويل، بس الشي الأهم يلي فينا نعمله هلأ على الأرض، واللي هي محافظة على النباتات الموجودين محل ما هن بالطبيعة. يلي هو مزبوط يعني دكتورة خرات، يلي مزبوط يلي نحن لازم نحافظ عليهم. بس لفت لي نظري شغلي بريبورت، يعني إليز سوفر يلي حكيتي عنها، النبتة يلي هي بس موجودة بلبنان، ما في منها أبدا بالعالم. مزبوط، بس منها البلانت الوحيدة موجودة بلبنان بس بلبنان، في عنا كذا نوع تقريبا شي 90 نبتة، هودي مخصصين بس بلبنان، يعني نعم. هودي هن فريمان تراثنا الطبيعي اللي لازم نحافظ عليهم. دكتورة معلش يسعلي، ما في مشكلة أبدا، نحن على الهواء مباشرة، ما في مشكلة أبدا. كمان دكتورة خرات، نلتي جائزة اليونسكو لوريال، كيف نلتي هذه الجائزة وكيف تم الترشيح اسمك كمان؟ هي جائزة يونسكو لوريال pour les femmes et la science، للمختصة لكل النساء بمجال العلوم. كل بلد بيرشح ثلاث أشخاص من البلد، في كل بلدان العالم يلي موجود فيها اليونسكو عندهم عم بيقدموا طلبات، من فوق أكثر من 350 طلب، بياخدوا 15 امرأة من كذا، من كل القارات، يعني كان في ثلاثة من الدول العربية، كان في أنا من لبنان، وكان في شخص من المغرب وشخص من الكويت. بس البحث اللي نلتي عليه الجائزة عن شو كان؟ البحث هو مشروع البحث اللي أنا قدمت عليه، هو ينعمل ويب سايت داتابيس على كل النباتات الموجودة بلبنان. حلو. يعني مثلا بس نفتح كتاب خاصه بس بالنباتات، نقدر نرجع صورة النبتة وين موجودة واسمها، انفورماسيون كتير قليلة. بينما وقت على الويب سايت ما عنا منا محددين بالصفحة، فينا نحط كل المعلومات الموجودة، منحط معلومات جينيتيك، منحط معلومات عن الكروموزوم، عن الدي ان اي تبعها، مزبوط، جينيتيك باي منطقه موجوده بلبنان. هلا حنعمل شيء خريطه لبنان، نحط خريطه وقد ايه بتشتت الدنيا، خريطه الارض، كل شيء فوق بعضه، بنصير نكبس على منطقه طلع لنا كل النباتات الموجوده بهالمنطقه. حلو، وكيف نحافظ عليها؟ اكيد هيدا الهدف الاساسي، وهيدا الهدف الاساسي. مين بيقدر يستفيد اكثر شيء من هالمعلومات؟ هل بس الباحثين والمتخصصين بهيدا المجال، ولا بس تلاميذ كمان تلاميذ الجامعه، تلاميذ المدارس، او كل واحد حابب يطلع؟ هي الويب سايت انعمل بطريقه انه يكون موجه لكل العالم، في شخص اماتور عنده، في كثير ناس بلبنان مثلا بهوايتهم بيصوروا كثير بلانتات، فيهم يفوتوا، وهون اذا مثلا شافوا نبته بده يعرفوا شو هي، فيهم يفوتوا على الكود كولر على اللون، بفوتوا حاطين لهم كذا زهره من كذا لون، يكبسوا على زهره
عمره بيوصل تيشوف شو هي. واذا واحد سيانتيفيك بيعرف انه لاتان تبع الاسباس الاسم لاتان في فوت عليه وفي فوت بار منطقه في فوت باسم المحميه ويشوف شو في بقلبه. يعني في لكل الاشخاص للاولاد اللي بالمدارس اذا عندهم ريشيرش مع اهلهم فيهم يفوتوا ياخذوا صور عن لبنان بدل ما ياخذوا شيء من برات لبنان. عملك بالضبط دكتوره خرات هل هو مثلا الكروموزوم بالذات الدي ان اي او نشر المعلومات بهالمنطقه بالذات شو عم ينعمل؟ هو انا تخصصي كان دكتوراه عن الجينيتيك تبع الارز يعني على نقدر نعرف ايدنتيفيكاسيون للارز اللبناني والغير اللبناني. هيدا البحث الاساسي تبعي. بعدين صرنا عم نطبقه على غير نباتات بلبنان على الزاب وعلى غير اشياء. من هون كمان عم بدينا الابحاث لكافه انواع النباتات الموجوده من لبنان خاصه يلي بس موجوده بلبنان. هي الهدف الاساسي تبعنا تنقول انه فولا هي عن جد موجوده بس عنا لازم ننتبه لها. والشق الثاني من الدراسه تبعي انه مش انه عم نعمل ارتكلات نحطها بس بمجلات علميه ما بيشوفوها الا الناس اللي بيشتغلوا بمجال العلوم، الا فريمون نحكي على كل الاشخاص المعقوله يستفيدوا منها. وحتى بالمناهج الدراسيه معلش اذا هون سالنا فينا كمان نستفيد؟ هل عم بيتم ادخال هالمعلومات على المناهج الدراسيه؟ بعرف انا انه بالمناهج الدراسيه اللي تابعه السيستم الفرنساوي بلشوا عنده النيه انه ما ياخذوا اكزامبل عم يدرسوه مثلا بالليسي مش بس عن النباتات الموجوده ان بورغوني وان بريتاني، يعطون اكزامبل لوكال موجودين. هذا الشيء بلشنا نشتغل عليه وبتمنى من هلا لكم سنه يكونوا فريمون كل الاكزامبلات اللي بالكتب المدرسيه حتى بالجامعات اللبنانيه التوعيه تكون موجوده على الدومين اللبناني. دكتور خرات نحن بنشكر حضورك معنا، بنشكرك على المعلومات الكثير مهمه اللي قدمتي لنا اياها، والمهم كمان نحافظ على هالثروه الحرجية يلي لبنان بيتمتع بهالطبيعة اللي كتير حلوة، ونحافظ على أهمية كل نبتة من نباتات لبنان الحلوة. نشكر حضورك معنا، أهلا وسهلا فيكي. مرسي لألكم، مرسي بكم. يا هلا دكتور إلهام كلب البساط، نحن حديثك ما بينشبع منه. تسمحي لي إلا كلمة لدكتورة خرات، الشيء اللي عم يعملوه بذكرني بالعهد الأمبراطور أدريان الروماني. كان في محميات بجبل لبنان كان هو ينقشوا على على الصخرة انه ممنوع ندق بست انواع شجر بريه موجوده بلبنان. من هذيك الايام كان يحافظ عليها الامبراطور الروماني. بقى الشيء اللي عم يرجعوا يعملوها لقنيه شغله كثير مهمه. بعدين اذا بدك تخلي الولد يحب بلده فرجيه زهور بلده. دكتوره خرات عندك شيء بدك تعي؟ شغلتين في سريعين كرمال الامبراطور ادريان. في هون لغط شوي، في منهم بيقولوا لانه كان يكتب تقول ما حدا يقصهم هو بس يقصهم يحتفظ فيهم لحاله لحاله بس ديجا انه العالم ما كثير قصون. وشغلتين اللي عم نحكي عنها انه كرمال الاولاد صغار الفراشات والازهار، هيدا انا بتمنى اولادي يقدروا يعيشوا بالاشياء اللي شفت انا ويشوفوا الفراشات اللي شفناهم نحن والعصافير شفناهم نحن، وهذا شيء عن جد مهدد بالخطر هلا. يعني نحن لو ما الوقت دهمنا كانك حابين كثير استرسل بهالموضوع الكثير حلو. بنشكر حضورك معنا مره اخرى دكتوره خرات. شكرا لك دكتوره الهام. نعم. كلاب لبساط، نحن بنشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيكي. حديث كثير شيق ولكن مثل ما ذكرنا الوقت دهمنا. تفضلي. انا بشكركم كثير وبرنامجكم اسمه حلو ومره، بس حلاوتكم تمحي كل مراره بحس فيها الانسان بالحياه. شكرا. وجودك هو الحلو اليوم معنا بالبرنامج، اهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا مش رح نتاخر كثير بقى على كلا، بنروح لعندها. واليوم بشكل خاص كل ضيفتنا هن من النساء اللامعات، من الدكتورة البساط للدكتورة خرات إلى السيدة نورة الزين حلاب صاحبة مشروع بيت الربيع. خلينا نستقبلها سوا.